تلعب العشائر والقبائل العربية في جنوبي البلاد وغربها دوراً رئيسياً في الانتخابات، حيث تملك أرقاماً كبيرة من الأصوات تؤهل من يحظى بها للوصول إلى سدة المسؤولية. أنا أوصي عشائرنا الكريمة أن لا تأخذهم القبلية والعنصرية من خلال الانتخابات، فعليهم أن ينتخبوا الأكفأ والأنزه، وضرورة التأكيد على حملة الشهادات العلمية وأصحاب التاريخ المشهود لهم بالحسن الإدارة، لأن هذا تمثيل سيكون في مجلس محافظة. ترشيح القبيلة لشيخها أو من يمثله في هذه الانتخابات ليس بالجديد، فمنذ تأسيس الدولة العراقية كان للقبيلة دور في تشكيل الحكومات والهيئات المحلية، لكن مع انتشار الديمقراطية وتوسع الحياة السياسية يبدو أن مزاج الشارع قد تغير. الشيخ العشيرة يعني رجل اجتماعي، والمفروض يلتجئ للعشيرة ويحل مشاكل العشيرة، وتوجهه يكون واحد أفضل من ما أني يدخل بمجال السياسة. الشيخ يبقى بالمضيف بين عمامه بين أهله بين ناسه، يستر الناس، وهاهي يعني لا يرشح ولا بقى. بس أنا أفضل الشيخ عشيرة يبقى مكانه مثابته على الشيخ عشيرة، يعني مفضل أحسن. لكن حتى مع رفض الكثير لدخول الشخصيات العشائرية في السياسة، تبقى الصبغة القبلية مؤثرة في العملية السياسية. إذا الشيخ عشيرتي رشع نفسه أنتخبه، لأنه من يوم وبيوان أنتخبه إذا كان عادل، حتى لو الشيخ عشيرتي نفسه. لا يوجد ما يمنع وجود شيوخ أو أبناء العشائر في الانتخابات قانونياً أو حتى مجتمعياً، وعليه يبقى صندوق الانتخابات الفيصل في حصولهم على مقعد في مجلس المحافظة من عدمه. سامر الكبيسي، العربية، بغداد.